أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه يعد منصة دولية للحوار، مشيرة إلى أن فعالياته تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي الجامعات. وقالت الوزارة إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمقرر عقدها خلال الفترة من 29 من أكتوبر القادم وحتى 2 نوفمبر القادم، تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. مهندس محمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهم الفعاليات التي ننتظرها من أسبوع القاهرة في هذه الدورة. هو أسبوع القاهرة السادس للمياه الحقيقة أصبح واحد من أهم الأحداث الدولية المرتبطة بالمياه على مستوى العالم. حدث هام جدا، يمكن العديد من المتخصصين في مجال المية على مستوى العالم دايما بيضعوا أسبوع القاهرة السادس للمياه على الأجندة الخاصة بيهم وبيحرصوا على المشاركة في فعالياته. السنة دي بينعقد الأسبوع للعام السادس على التوالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة حتى الآن من 54 منظمة إقليمية ودولية طلبوا تنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع، وده عدد كبير جدا من المنظمات اللي بتحرص على المشاركة في هذا الأسبوع الهام. الأسبوع السادس هو امتداد للفعاليات السابقة للأسبوع الخامس اللي انعقد في شهر أكتوبر من العام الماضي واللي كانوا معنيين بقضايا المياه والمناخ. ده أمر هام جدا، الوزارة الحمد لله والدولة المصرية حققوا فيه نجاح كبير على مدى الفترة الماضية لإدماج قضايا المياه في ملف المناخ العالمي. السنة اللي فاتت كان الأسبوع القاهرة الخامس للمياه بيعد بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المية اللي عقدت في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، والسنة دي أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضا بيعد حدث تحضيري لفعاليات المياه اللي هتعقد ضمن مؤتمر المناخ COP28 اللي هيعقد في دولة الإمارات إن شاء الله في نهاية نوفمبر القادم بإذن الله. نعم. طبعا قضية المياه والمناخ تعتبر من أهم المحاور اللي هيتم مناقشتها في فعاليات الأسبوع إلى جانب العديد من القضايا الأخرى المعنية بملف المية على مستوى العالم كله. أيضا في العديد من المسابقات الهامة اللي بيتم عقدها ضمن الأسبوع، مسابقات لطلبة المدارس اللي بيقدموا ابتكارات ومشروعات لتطوير وتحسين عملية إدارة المية والحفاظ عليها، في رسائل للماجستير والدكتوراه بيتم عرضها من جانب معدي هذه الدراسات، أيضا في مسابقات للمزارعين وتحديد أفضل الممارسات اللي قام بها المزارعين للحفاظ على المية وترشيد استخدامها، وده طبعا بمشاركات كثيرة جدا بيتم الإشراف عليها من خلال لجنة علمية بتختار أفضل هذه التجارب العلمية. نعم. وكمان السنة دي تم إطلاق مسابقة جديدة اسمها جائزة الابتكار في إدارة المية لتشجيع الشباب والمتخصصين على تقديم ابتكارات جديدة تسهم في تحسين عملية إدارة المية. نعم. بالإضافة إلى ذلك في على هامش الأسبوع هناك معرض بيتم تنظيمه بيتيح فرصة للعديد من المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع المية إن هي تعرض منتجاتها وابتكاراتها المختلفة في مجالات متعددة زي تحلية المية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه وغيرها من الابتكارات. نعم. المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.